أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السنين كستو دواد ورك قلبني ما أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصوبتهاي سبسكرايب سار قمبيلتا فرودا ورك يودن بيه وقلبني ما أحد أخوضبا حساسي أي ناسو سعودو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي ما ملكه الشبيل أو قادة عي شركة كفرمية مقالة مقدشة ورك يودن بيه ياك صوبح أي فرماجو أي كدن بيه أي ورك اللي يهين إن قود لابو ديد شركاسي مدح وينها ما ملكه الشبيل علي قود لابو حسين أي ياسي لما فلانا هي وقادة عي شركة رئيس الوزارة الروبلة إيو مدح ذا ما ملك قبل يديد أو قفرمية مقالة مقدشة يكو سابسن أرمها دور شويكا دولة دهير شبيل وحي عدي نيسا إن أيسان قيبك إهين شركة قولها وضتاشيك قرن الدولة فيدرالك الدولة ده حبنها كاه يا مامولك قبلك بنادر بري وقفر ما يمقال ده مقدشة أيان لغو يري قرالك صباحي مامولك هير شبيل قرالك كصباحي مدح دوي ده هير شبيل أيا قاد عاد ده السبب لوغا ديجي إنان لغالة تشانين قبسو مد ده شركان الدولة دهير شبيل ما داما أيسان تلقو لحين قبسو مد ده شركة وحي كصباحا من نقن دونان وحوسية الدولة دهير شبيل أيا لغو يري وركا كصباحي مدحتوي دهير شبيل مامولك هير شبيل أيا قدام بين شكتي إني دوري دونتو فلين تهشيز كي طبان إيه تدبدي سبتمبر إيه اللباتان إيه تدبدي مي إيه لغو صحيحي مقالد مقدشو مركا لغا صوتاق سببتا أي شكتي هير شبيل حدان ما عدا وجيدة دا دبتا أح إيه قدام بيسي قادة عادة قد لاوي إيه شركاني مقدشا كفر مي أول روميسن يحي إن ميد كميد أحي قدبادا لغا حدلي دونا أو كميد يحي قدب سيگا أرهي إساقا أغو دانين يا تاسي أو أح إن ديگان دورا شد لغو صوكوب أو كليه من حال مقالو قود لابي أحمد مدوبي أو لغا ديدن يحي مقالو ينك بلد وين إيه قربا هاري أيا أولولو أغو جري إن أي دورا شو ينك أي كدعان حال مقالو ما ملكيبا سي أي أغو قبطان كليه جوهر يكس مايو Goan kaane u gud lawe qaate aya waxa durba baso dweyey khaar kamid ahay taageere ya shamadah weyna ha waqti ka daay Mohamed Abdullahi farmaajo kuwaasi o baraha bulshada si weyn ugu faafiyey taasi o dali neysa tuhun ku saabsan in khaada aaddi sa ay gadaal karri xayso fila Somalia in kasto o ay san addeyn danta ugu jirto si kastabaha ahate shirki o kudda waqay roble aya durba waxa so baxay in hir shabelle ay dabar jibin xoogan ku samaysay dena akala mahayka wada hadleyn gudomiyaha aqalka sara iya madah weyna ha jubbalan Ahmed Madobe قدوميها قولها أخل كسره سوماليا عبدي حانشي عبدالله أيا وحا ومان تقولن لقاتي مدح وينها دولة قبليت كجوب بلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبة وكسوغن مقالة مقدشو لبدا مسؤول أيا وحا أي كوضا حدلين سيدي لو دردر قلين لها دادالة اللوغو جرى قبسو ميدا دورشو ينكا بارلمان كا إيو تن مدح وينها قدوميها أخل كسره أيا وغو مهد عليي مدح وينها جوب بلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبة دادالة او قلين يو سيدي دالكاني وغد عي لها ين دورشو لو دن يهي مدح وينها مامول قبليت كجوب بلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوب مقدشة يميد أو كقيب قليا كلان كقلها ودتا شيغة دور شوينك قارن كأيا وحالا فيليا إنو الله كل مو مدحدة كلا إيه دولة قبلية دا دالكا إيه كسوغن مقالة مقدشة دينا عكال عيد مدى أمان كإيه دولة قبلية كبود اللان أيا ساكا توغشة كفورية إلا كو إلا باتن كتيرسان كو إحدى الشباب أو أي هري حكون دلاه يغري دي محكمة دا عيد مدى مامول كاسي أو قوان كغارتي كيس كودا حبنا هلا توقتي او دمان رق اهي ايا وحا اي اهايين شبكضو اسكو حيرنا او اي بودلان كو اي ديين ان اي داد بدن كو ديلين مقالو ينكا مامول كاسي توقشادا ايا كاكال داعد قال كعيو او لغو ديلي سيدي طبان حبنوت قروي او لغو توقتي لابو حبنوت ايو حبين كالي او لغو توقتي مقالة دا قرنو اي قبل كباري سيدو كلا رق اللا توقتي وحا كو جري سراكيل سرسري او هري ورئيسي اللوغو قادي كو واسي او قرتي ان اي كتير سنايين على شباب اسلام مركاسين اي ديلال اي قرحيو قسارة دالي اي كفوليين بودلان وحانا كميدها فيصل احمد بشير بجيس محمد حانشي مؤمن أبو ضيب يا محمد علي عوك جيري قدوميها محكمة سريع عيدة مدى بودلان جنرال محمود عبد محمد أيا فلين تطوغ شدا كدب لها دلي ورباهين تاوحونا كوربيحيي هيرارك محكمة دين تأي أي صوم مرين رقا ساكا أو أحد أي ديلك كفولي سي بودلان محكمة عيدة مدى وحي أي مدوكو هولانيد إن قبل كمدوك كعرب ترتو دادك اللاي اللابين تأي إندها بولشدا هاي إذا بارس بودلان وحا أي كقاتين كالين تي أغو وينيد او قف وليبا باريس ايا لمرييي كهور انتا آنان لغينين محكمة دا ايو يرقو دوميها محكمة دا عيدة مدى جنرال محمود تيكستاوا وامر كيوغو الرئيسي او حال مالين او كليا توغش لغو فوليات داد غاريا كو إلاواتن روح قدها صوماليا كواسي او كميد اها ارقا حساد عالشباب بودلان ايا مدوين كي لصور دافي حوجي سدقالكا اي كولا جرتو كوحدة عالشباب يداعش او فدقوذو او يهي دول كبور الليدة اه اي قبل كبري فضلاً دب أدا وركيني هوري إي علن سيدة ميديا علن سيدة ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرار قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السنين
kusoo dhawaada warka duhurnimo ee caalamiga media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe saarkan beelka furo daa warka ugu dambeeyay waa duhurnimo ahad ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan hala joog xog xasaasi ah madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo baaq culus u diray umada Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka Soomaaliya wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo sheegay in maalin kasta musuqmaasuq xoogan uu dalka ka jiro aan ku horeeyay Sheikh Shariif Sheikh Ahmed madaxweynaha todobaad ee Soomaaliya aan gudoomiyaha golaha midowga musharaxiinta waxa uu ka hadlay muhiimadda ay leedahay qancinta gobolada waqooyi Soomaaliland isla markaana sina dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed loo baahan yahay in ay u dhabar adeegaan isla markaasina sidii miiska wada hadalka loo soo fadhiisan lahaa waxa uu soo jeediyay in waqti la geliyo sidii loo heli lahaa xal fure u noqon kara dawlad ku dhisan cadaalad midnimo iyo walaaltinimo taas oo dalka ka saari karta duruufaha kala duwan uu wajahayo ayuu yiri madaxweynihii hore Soomaaliya 26 Juun 1906 waxa ay shacabka Soomaaliyeed u ahayd maalin weyn maalin farxadeed maalin xurriyadeed maalintii ugu horreysay ee madax banaanida helaan gobolada waqooyi ee dalkeena isla markaasina calanka buluugga ahi laga taago qaybo ka mid ahay Soomaaliya ayuu yiri Sheikh Shariif Sheikh Ahmed madaxweynihii hore Soomaaliya madaxweynihii todobaad ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa soo bilaabay wada hadalka dawladda iyo Soomaaliland oo kulamo kala duwan oo labada dhinac ahi ku yeeshay Ingiriiska Turkiga dalkaasi Jabuuti iyo Imaaraadka si kastaba ha ahaatee Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa yiri waa in si degdeg ah loo soo celiyaa wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya dhinaca kale sii hayaha wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa markii u horreysay sheegay in musuq maasuqa uu si maalinle ah uga dhaco hay-adaha dowladda isla markaasina uu ka ballaaran yahay macnaha loo adeegsado eray bixinta Beyle oo ka qaybgalayay barnaamij dood wadaag ahi oo ka baxay telefishinka Universal ayaa sheegay in musuq maasuqa uu ku dhex baahay bulshada dhexdeeda taas oo u baahan in wax laga qabto sida uu sheegay waxa uu carabka ku adkeeyey in musuq maasuqa uusan ku koobnayn lacag la lunsado balse uu yahay wax isdabamarin kasta oo ka dhacda hay-adaha dowladda iyo macaamilada bulshada dhexdeeda sidoo kale waxa uu isdul taagay in musuq maasuqa uu qayb ka yahay mas-uuliyiinta mushaaraadka ka qaata dowladda isla markaasina aan xaadirin shaqada ay ku magacaaban yihiin ee ay bil kasta mishaarkooda iska qaataan qof baa dhintay walaalkii ha lagu beddelo waa musuq maasuq haddaa u fiirsato maalin kasta waxaa samaynaya Soomaali ahaan waa musuq maasuq waxaa ka hadalno oo dhan ayaa musuq maasuq ah marka musuq maasuqa ma aha lacag la xado ee waa waxaas oo dhan oo ay tahay in aan beddelno ayuu yiri wasiir Beyle ugu dambeyntiina waxa uu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in la beddelo nidaamka dowliga ah iyo habdhaqanka bulshada caadiga ku noqotay kaasi oo uu ku sheegay inay qayb ka yihiin musuqmaasuqa dalka dhanka kale qabyaaladda iyo wixii ummada kala qaybinayay iyadana way ka fogaadeen oo qofkii lagu asteeyo ama qofkii lagu arko ka mid ma ahayn dhaqdhaqaaqa Iswaaylka dhalinyaradaas hadafkoodu waa gaarin hadafkoodu wuu ahaa inay dalka xoreeyaan waa tan caawan u dabaaldegayno 26 Juun oo laga soo ka soo wareegtay 1961 oo gobolada waqooyi ee xorriyadoodii ka qaateen Ingiriiska iyo gobolada koonfureed oo iyaguna July 1 1960 iyaduna ay ka qaadatay xorriyadoodii xorriyadii way ku guuleysteen hadafkoodii way ku guuleysteen waxay kaloo ku guuleysteen inay koonfur iyo waqooyi ay mideeyaan waa ku guuleysteen waxay ahaayeen runtii dad afkaartoodu ay aad u sarreyso qanciyay ummadda Soomaaliyeed inay midoobaan oo midnimadu ay ka xoog badan tahay wax walbaba waa isla garanay in dhalinyaradaas vision code ama aragtidooda fog ay ahayd midnimo iyo xoreynta dalka keentay qarannimo saas darteed qarannimada waxaa loo baahan yahay in laga shaqeeyo dowladnimo waxaa loo baahan yahay in laga shaqeeyo horumar waxaa loo baahan yahay in laga shaqeeyo nabadda in laga shaqeeyo sidoo kale waxaan kala ognahay qayb sanaanshaha iyo qabyaaladdu waa the opposite waa ka soo horjeedka wixii aan sheegay qabyaaladdu iyo kala qaybintu ummadda Soomaaliyeed waa hoyga qaran la'aanta waa hoyga colaadda waa hoyga dowlad la'aanta waa hoyga saboolka iyo fakhriga waa hoyga sharafdarrada marka ugu dambeysana intaas markii aad gaarto
شيشاي كما مولانا يا مارك إلا إن دمتي هيدي تاسوي وحي كدك على مين الله هو الحارس سيدحي تونكي هرموت كاها أما هرسيت كواها ليغال جيت كاس أنا كان شيغي وحور دمبي ويكال إحدين جيت كوحي آدين أه إني من لماذا آدان قرن لمن راديان dalkoodana ka horaystaan dadka ku soo duulay oo rabo umadooda inay gumeeyaan hadaba su'aasha taala waxay tahay dhalinyaradaas waa garanay oo waa aragnay vision code meeshu gaarsanaa wala ka faa'iidin haqiiqatan maxay yeleey jiilka aniga aan ugu yarahay oo ugu weyn yahay maxaa abdu yusuf yaa wax ku bartay dowladnimay ku heleen magac iyo sharaf ku heleen هيبت أيكو هلن إن صدّن صلو يانكم عاشن وحي تاي مرك سؤاشن لأن يرى هذا الجوك تاه محوية فيشن كودة أرك تدو دفق محوية لحدن يكو صنو كدب محوية هاي هكسي كودة وحوية لأن يرى هذا الجوك تواين إسويديان محا أي ودوينهم لأن يرى دي هوري ودل كان مديسي oo xurriyada keentay maxay ugu duwayeen dhageysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatooyinka dalka